أهلا بيكم حبايبي، سنة رابعة ابتدائي. رجعت لكم تاني مستر نسيم في الدرس التالت من الوحدة التانية، يونت 1 ليسون 3. النهاردة هنكمل حاجة اسمها present simple، خدناها قبل كده اللي هو المضارع البسيط، وخدناها مع الفعل want، فاكرين اللي هو كلمة يريد. what a يريد بتبقى want أو wants في المضارع البسيط. want بتيجي مع الضمائر I و you و we و they، أما wants بتيجي مع الضمائر he و she و it، فاكرين؟ ده كل الموضوع مع إيه؟ مع الـ present simple أو المضارع البسيط. want تيجي مع I you we they، يبقى I won't you won't we won't they won't wants، تيجي مع he she wait. وخدنا النفي بتاعهم لما قلنا ايه، قلنا عشان ننفي نقول ايه، نقول don't او doesn't، ونجيب بعدهم الاثنين دول كده، نجيب بعدهم الفعل في المصدر اللي هي won't، يبقى don't won't و doesn't want، يبقى I don't want you don't want we don't want they don't want. إنما doesn't تبقى he she will، يبقى he doesn't want she doesn't want it doesn't want. يبقى احنا كده خدنا ايه، النفي والايه والاثبات. النهارده بقى هناخد حاجه اسمها السؤال بهل، او حاجه اسمها yes no question مع الفعل برضو ايه؟ want. تمام؟ اعمل ازاي سؤال في yes no question؟ هو بصوا ناخد جملة واحنا ايه نفهمها. لو انا قلت مثلا she wants a she wants مثلا meat، هي عايزة لحمة، تمام؟ ده مضارع بسيط بكلمة want، she wants meat، عايزة أسأل هل هي عايزة لحمة؟ أعمل إيه؟ هل هي إما نجيب do أو does، نستخدم do أو does في الأول، ماشي؟ هعمل كمان واحدة do we، أشغلها they want fish، هم عايزين سمك، هي بتريد لحم وهم يريدون إيه؟ سمك. عايز نعمل بقى سؤال بهل على الاثنين دول. قال لي ناخد يا دو يا داز في الاول، فشي هتاخد داز، اما زي هتاخد دو. ونكمل بقيه الجمله، شي وبعدين وونت من غير الاس، هنشيل الاس اللي عليها نجيبها في المصدر، يبقى داز داز شي وونت من غير الاس، وبعدين نكمل ايه ميت، does she want meat؟ يبقى she wants meat. تحول السؤال بهل ازاي، احط does في الاول واكمل الجمله من غير الاس. طب هنا they want fish، يبقى نقول ايه do ونكمل الجمله they want، طبعا want معلش اس مش هنعمل حاجه، وfish في الاخر زي ما هي، يبقى do they want fish يعني هل هم يريدون سمك، وهنا معناها ايه، هل هي بتريد سمك، هل هي عايزه سمك، فاسف هنا لا، يبقى انا كده عملت سؤال بهل على ايه، على الجملتين الاثنين. ممكن نكتبها بطريقه ثانيه، نقول ايه، نقول ان هي وشي وايت الثلاثه ياخدوا does، أما I we they ويو الأربعة ياخدوا do في الأول، تمام؟ وبعد do does يجي إيه؟ يجي المصدر، خلاص؟ ده بالنسبة لإيه؟ للسؤال ده. طب أنا عايز أجاوب عليه، أجاوب إيه؟ أجاوب حاجتين، يا إما yes يا إما إيه؟ يا
آمنوا. وبعدين هنا أحط الفعل بتاعي سواء كان هي أو شي أو إت أو أي أو أي واحد من دول. أقول مثلا إيه هي، وهنا نقول مثلا they. أنا سائل عن he does يبقى أجاوب does، وسائل عن they do يبقى هنا نحط do، بس هنا في no يبقى نقول don't. ماشي، يبقى yes he does أو no they doesn't. تعالوا بقى ناخد سؤال ونعمله من أول خالص ونعمل كل حاجة عليه. لو قلت مثلا they want cereal، دي جملة في المضارع الأصلي، عايز أعمل عليها أخليها في النفي الأول، يبقى نقول إيه؟ دي جملة عايز أعملها نفي، أعملها إزاي؟ أقول they wanted who not وبعدين want cereal، يبقى هون هما مش عايزين، they don't want cereal، ده في النهاية. طب أنا عايز السؤال بهل، أعملها إزاي؟ أحط do في الأول، بنقول إيه؟ بنقول do they want cereal، هل هما محتاجين أو عايزين cereal؟ أجاوب yes، أقول yes وأحط they وأحط do، أو no they do not، no they don't. كده وصلت؟ يبقى yes أو no أحط بعدها اللي أنا سائل عنه they، وبعدين اللي أنا سألت بيه do، وبعدين هنكتبها هنا عشان كلمة no. ماشي؟ دي الإجابة المختصرة. طب لو إجابة كاملة أقول إيه؟ أقول yes they want cereal، يعني نعم هم عايزين cereal، أو no they don't want cereal، هم مش عايزين cereal، هم عايزين إيه؟ يبقى they want مثلا meat، هم محتاجين لحم، هم مش عايزين cereal، هم عايزين لحم. تمام؟ طيب ده بالنسبة للجملة اللي فيها do. طب لو خدنا حاجة وقلت مثلا she wants butter، هي محتاجة زبدة، عايز أسأل أعملها في النفي، أقول إيه؟ آه she، أحط بعد كده does not للنفي، وأجيب الفعل بعدها في المصدر want من غير إضافات، وبعدين أحط المفعول اللي هو باتر، يبقى she doesn't want butter، يعني هي مش عايزة زبدة. طب أنا عايز أعمل هل، أجيب does في الأول، يبقى does وبعدين الفاعل she وبعدين want من غير إضافات برضو عشان does فيها s، وبعدين butter معناها إيه؟ هل هي عايزة butter؟ does she want butter؟ أجاوب إيه؟ yes she does، أو no she does not doesn't. دي الإجابة الشورت، الإجابة الطويلة، أقول إيه؟ أقول yes she، وأجيب الجملة الأولانية خالص she wants butter. طب هي لو مش عايزة أقول إيه؟ no she بالنفي بتاع اللي هي الإجابة التانية doesn't want butter، هي مش عايزة butter. طب هي عايزة إيه؟ يبقى نكتب اللي هي عايزة بعد كده she wants fish، هي عايزة إيه؟ سمك. نفس الطريقة اللي عملناها في الأولانية عملناها في التانية، بس هنا بإضافة s و does بدل إيه؟ من غير s و do مع they. ماشي، ده كل الايه الموضوع بتاعنا، احنا نستخدم want في السؤال بهل، وازاي اجاوب عليه اجابه yes و no، الاجابه الطويله او الاجابه القصيره. بعد ما اقول لا انا مش عايز، اقول ايه اللي انا عايزه؟ اه she no she doesn't want butter، هي مش عايزه زبده. طب عايزه ايه؟ she wants fish، وكانت في الاول هنا
No, they don't want cereal. هم مش عايزين cereal. طب هم عايزين ايه؟ They want meat. هم عايزين لحم. تمام؟ تعالوا بقى نحل السؤالين الجايين عشان نشوف كده هنعرف نحل ولا لا. اختياري بيقول Do not want eggs. Do not want eggs. Do. احنا قلنا ايه اللي بياخد do؟ يا I أو we أو they أو you. فهنا you وهي وشي. طبعا هي لا وشي ايه؟ وشي لا. يبقى عندنا الإجابة يو، لأن يو هي اللي بتاخد do. يبقى do you want eggs؟ اللي بعدها نقط كوما I want rice. يبقى نقول ايه؟ ده مش سؤال، يبقى مش هيبدأ في ايه؟ بفعل مساعد، يا إما do أو does. يبقى do أو does الاتنين غلط، لأن لو بدأناه يبقى ده سؤال. يبقى الإجابة yes I want rice. نعم أنا عايز rice. تمام؟ اللي بعده يقول no he not he wants pasta. لا هو لا هو ايه؟ هو عايز pasta. هي تاخد does ولا doesn't؟ تاخد does ولا don't؟ طبعا don't ما تنفعش مع هي. طب تنفع does وتنفع ايه؟ doesn't. ناخد اني فيهم؟ برافو عليك. عندنا في no يبقى ناخد ايه؟ اللي فيها not يبقى doesn't. تمام؟ she wants a lizard. سؤال يبقى اسال عن she هتاخد انهي واحده من دول؟ طبعا she ما تاخدش are ما تاخدش do يبقى تاخد does. يبقى does she want a lizard. اخر واحده do not want butter. do هتنفع مع مين في الضمير دي؟ برضو هي. do not want butter he she they. do ما تنفعش مع he ما تنفعش مع she، تنفع مع ايه؟ مع they. يبقى هنلغي دول الاثنين وناخد they. يبقى do they want butter. يبقى انا عرفت ازاي استخدم الضمائر مع want ومع does do، وازاي اعملهم في النفي، وازاي اعمل عليهم سؤال بهل واجاوبه اجابه قصيره واجابه طويله. لو فهمنا الدرس يا ريت نراجعه كمان عشان نثبته ونحفظ الكلمات ونحل عليه اسئله. ولو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل مشاركه في القناه وندوس على زر الجرس عشان يجينا بقيه الفيديوهات اول باول، ونعمل شير لاصحابنا عشان هم كمان يستفيدوا. اشوفكم في درس جديد مع مستر سي، مع درس جديد في الانجليش. سلام.